ازيكم يا شباب، معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج. النهارده هنلعب لعبه رافت او وحيد في المحيط، ودي شباب ان شاء الله هيكون الفيديو الاخير او النهايه زي ما مكتوب في عنوان الفيديو. طبعا هنحاول النهارده ان شاء الله ننهي اللعبه، انا اعتبر انجزت فيها حاجات كتير جدا، وهنخش في العالم بتاعنا وممكن نكملها مره تانية لو عملوا فيها تحديث قريب. فدلوقتي هنخش على العالم بتاعنا اللي هو عالم ارمط، وان شاء الله بيعمل لودنج وهننزل يا معلم. كويس، زي ما انتم شايفين يا شباب الحمد لله طورت الحاجة بتاعتي، بقت ممتازة وعندي شوية كمية موارد محترمة بمعنى الكلمة. وحطيت طبعا الماي مش عارف اسمها الحلة دي ولا ايه اللي بتنقي المية يا معلم، مية البحر. فكويس بقى المية عندي كويسة، الأكل كويس، كل حاجة ممتازة يا معلم. وعندنا لحمة من القرش، وعندنا يعني عندنا حاجات كتير، وعندنا صناديق حاطين فيها الحاجات بتاعتنا. دلوقتي بقى النهاردة شباب التركيز المرة دي هيكون ان احنا نعمل دور تاني، لان انا محتاج بصراحة اعمل دور تاني فوق الدور ده، وهتبقى دي هي دي الحلقة الأخيرة، لان مفيش حاجة جديدة في الجيم، فهتبقى بعد كده مملة لان مفيش أي حاجة تانية جديدة. فالمهم دلوقتي عايزين نخش على ايوه نشوف بقى ايه هنعمل الحاجة بتاعتنا ازاي. طبعا أول مرة شباب أعمل دور تاني. أوه كويس، بشوف البتاع ينفع ألفها. استنى استنى استنى، اوه ينفع الفها، بيقول لي دوس ار. كويس، عامله زي سلم لفوق. تمام، بس انا هضطر اوسع المكان شويه. والله ممكن اعملها هنا، لا كده هتبقى يعني ضيقه قوي يعني. هو بص حلوه كده في الطرطوفه، بس ممكن القرش يجي يدمر لي كل حاجه، فانا هحطها بشكل مؤقت هنا شباب. كويس تمام، هنبدا نعمل الدور الثاني، بس عايز احط يا معلم استنى بقى الخشب بقى بتاعنا. كويس، هنرجع للخشب بتاعنا المعفن ده. استنى يا ابني جيب، يا ابني جيب البتاع بس كده. كويس، كمية كويسة. تمام كويس، مش معايا خشب، ممكن ناخد خشب من هنا، معانا كمية محترمة. تمام، حط تاني، بس محتاج تاني. أكيد هيقول لي حط، محتاج اللي هو اسم الخيط ده ولا اسمه إيه؟ كويس، هنشوف اسم الخيط. أيوه بس كده يا معلم، اعمل كرافتنج يا معلم. أيوه الله عليك يا معلم، بص يا معلم الموارد بقت خرافية. فاكر لما كنت أول ما نزلت كان القرش عامل لي جلد فيه؟ ها فينه دلوقتي؟ ورينا على طولك، هلا اختفى يا معلم. كويس يا شباب، احنا كده معانا شايف حبال ومعانا الخشب، خلاص عملنا الجزء ده. ممكن بعد كده نخلي الاضاءة ورا شوية، بس الاضاءة بصراحة منورة هنا، ممكن نشيلها دلوقتي. ايوه كويس، شيل يا معلم. كويس شيلناها، هنحطها مثلا هنا عشان برضو القرش لو جه. تمام كويس، هنشيل دي يا معلم، نحطها هنا يا معلم. عايزين برضو نحطها على نفس ايوه الشريط، حطيناها على نفس الشريط. حلو، وكده دي بدايه الدور الثاني يا زعيم. والله حماس والله حماس، انا متحمس جدا اكمل بقيه الدور. بس الشجره دي ممكن تقرفني، ممكن ابقى انقلها فوق. ممكن ابقى انقلها فوق، ليه لا؟ عشان السقف اكيد هتضايقني بعد كده. تمام، عايزين بقى نجرب نحط بصراحه السقف، مش عارف احطه ازاي، ما علينا، هنحط نجرب نحط مش عارف، نجرب نحط الاول. ومحتاج احط الاول زي الحيطه دي، احاول احطها. ماشي، هشوف بس الحته دي محتاجه قد ايه الاول. محتاجه من الزرع ده ومحتاجه خشب، انا مش معايا الاثنين دول دلوقتي، فهنجمع شويه موارد. كويس كده بقى معايا موارد شباب. مش عارف بقى دي بتمنع القرش اللي هو يهجم عليا، بس نجرب نحط. بس والله حماسيه، تحطها كده وتقفل لك المكان. شكلها خطير والله. لا لا اطلع اطلع، ما تستاهلش بس كده. بس حط واحده كمان، محتاج برده كميه ثانيه، وينفع احط كمان هنا. دي ممكن دي اللي هبدا ابني عليها السقف. كويس، كنا تعبين حماسي، هنجمع بقية الموارد. حط واحدة هنا كمان، هنعكسها. كويس عكسناها، حطينا كده. حلو، قافلين المكان ده 100 100. وعايزين اعرف احط السقف ازاي، بصراحة أول مرة احط سقف. لا هنشوف، لا مش هينفع أكيد ده يعني. ايه ده؟ استنى، دي العواميد، محتاج احط عواميد عشان اقدر ابني عليها. ماشي، نشوف مثلا نحط العمود كبداية، هنحطه هنا. استنى كده هنخليه جنب الحاجة هنا. كويس، ترى العمود يا شباب أكيد ده اللي هنبني عليه يا معلم. لازم تحط العمود بتاعك ده. كويس، أيوه كده، عيب عليك، صح كده، صح 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 عشان كده هحط العمود. تمام، وهقدر بقى يا معلم أبني السقف بتاعنا. كويس والله، تصدق والله بقى خطير. كويس، هنقدر نبني السقف أخيرا يا شباب. حلو، هنزل أجيب شوية موارد يلا بسرعة. كويس، جمعنا شوية موارد. بدأ يعطش. لا انت بتكحل يا بتكحل يا بطاطس. كويس، اشرب يا معلم، انا معايا كده معايا كمية مية محترمة. فين المية؟ فين المية؟ ولسه كده كده معانا المية بتاعتنا شباب، ومعانا الأكل، بس ممكن عشان هو بس حاجاته مليانة خلاص.
شويه صناديق كتير. ماشي ماشي، هنخش بسرعه 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 على الصناديق هنا بتاعتنا. تمام، هنحط الحاجات اللي معانا زياده. كويس، نجمع دول، هنشوف بقى الميه بتاعتنا لسه مش موجوده هنا. ماشي، خير 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 ان شاء الله، حتى لو مش موجودين. تمام، ممكن نخش على الكرافتنج بسرعه ونعمل ميه تانية ونحللها بسرعه. لسه انا عندي شويه ميه فما تقلقوش، كده كده ان شاء الله مفيش موت، بس خلاص نقص شويه ميه صغيرين. ماشي، نخش بسرعه على الكرافتنج. كويس، خش هنا ندور بس على حاجه بدور. ايوه بس هو ده انا عايزه. كويس، هو ده انا عايزه يا معلم. ماشي، خش هنا هنعمل لنا كام واحده. اوه في قرش، في قرش بيستهبل. ها بتعمل ايه يا هلا؟ بتعمل ايه يا هلا؟ بتعمل ايه اخرع؟ الله يسهلك، انا عايز اشرب ميه. يلا بسرعه بقى، بس مش وقتك خالص. تمام، هنحط دول هنا. يلا بقى عايزين الميه بسرعه، بس ميه الميه بسرعه كده. ناقص اخر ثواني، اخر ثواني ولا هيروح فيها والله. كويس، احلل الميه بسرعه، احلل يا زعيم. اوف واحده كانت مليانه. طب كويس، ممتاز والله، دي هتنفعني بس بشكل مؤقت. حلو، اشرب دي يا معلم، كركر كده يا زعيم. حلو، ولا بدا يعطش مني لان بصراحه ما شربتوش ولا اكلته، سايبه صايم الراجل، بقى له كام يوم صايم. لا لازم انا اغذيه شويه بقى، اتغذى يا معلم، لحم قرش مش اي حاجه يا زعيم. يلا بس المايه تتحلل وبعد كده ننقيها ونقدر نشربها يا معلم، ونقدر بقى نكمل بقيه المسيره بتاعتنا. ممكن واحنا فاضيين نكمل نجمع بقيه الموارد. المشكله نفسي يحطوا الحاجة تبقى اكبر كميه، لان اخرها 10 حاجه ممله بصراحه. يعني نفسي في تحديث تاني يعملوها ويزودوا بدل ما كل شويه احط في صناديق. بس كركر يا زعيم، بس برضه احتياط شباب، هنملاهم تاني ميه. كويس، هنملاهم تاني ميه وننقيها ونخليها بحيث لو عطش مني الراجل ما افضلش بيكحكح بقى وجعلنا دماغنا. تمام، هنحط بقى معلم نقي الميه. وانا معايا على فكره لحمه كويسه، ومعايا انتوا قلتوا لي البطاطس دي ولا البطاطا، هتحطها هنا يا معلم. هنخلص من شويه. كويس، حط ومعيش تاني. لا انا معايا تاني في الصناديق، بس خليهم اتنين بس مؤقتا. ومعايا لحمه تانية شايلها جوه. اه معايا يا معلم، هو لحم القرش يا زعيم، دي اللي تخليك بطل كده ما تجوعش اساسا. وشوف شوف كام شوايه. حلو، خليهم بياخدوا وقتهم براحتهم، وهنطلع شباب نكمل بقيه الحاجه بتاعتنا. كويس، نبني بقى الدور التاني. محتاج اخش فين؟ اخش هنا. كويس، ما ينفعش احط هنا. اوه ما ينفعش. كويس، احط هنا. لازم ابني بتاع زي دي تاني، فهمت انا كده، لازم ابني بتاع هنا تاني عشان اقدر احط عليها. كويس والله، الفكره الجيم فكرتها خطيره. ماشي، هنحط دي هنا يا معلم. بيقول لي ما ينفعش تحط هنا. كويس، ممكن نحطها جنبها اكيد بقى، اكيد. وش ماشي كده تتحط هنا شباب، بس هو بيقول لي هنا ما تنفعش. لا هنا، الموارد، الموارد، انا اسف، الموارد. كويس ماشي، خد بقى الموارد بتاعتك. كويس، وانا فكرت لسه ما ينفعش. كويس، ينفع احطها جنب اختها، وممكن كمان اطول المسافه زي ما انا عايز، بس هي اخرها مثلا نفترض هنا. كويس تمام، هنحط هنا شباب، وهنخش هنا على الكرافتنج. كويس، نبدا بقى نكمل بقيه الحاجه بتاعتنا. ومش هينفع طولها، مش هينفع طولها، وبرده محتاج شويه موارد. لا مش محتاج موارد، يبقى دي هرجعها ورا شويه. كويس، هرجعها ورا شويه شباب. هنخليها هنا جنب اختها. كويس، اختها هنا. اخش تاني على الكرافتنج. كويس، يلا زعيم. محتاجين شويه موارد. لا لا مش محتاجين، بس هنخش هنا. خلص بقى يا راجل، حرام عليك. ايوه صح كده، امال في مالك، المفروض احط هنا بقى. ماشي، هنشوف، ممكن تكون في موارد ناقصه وانا مش واخد بالي منها. ماشي، جمعنا شويه اوه لا ماشي، الحاجه بتاعتي اتملت. ماشي، هنخش دلوقتي على الحبال، محتاج حبال محترمه، عايزين نعمل كرافتنج. كويس، اتمنى كميه محترمه والله لينا وللزمن. حلو، دلوقتي هنخش هنا طب بسرعه. بيقول لي ماشي، هنشوف دلوقتي احنا محتاجين ايه. ايوه بس ايوه، هي دي اللي انا محتاجها، بس عايز احطها بقى هنا. بس دي تتحط هنا فوق. ماشي، طب ممكن نجرب نكمل هنا من فوق، ممكن ينفع برضه، مش راضي. ماشي، نجرب دي. ايه يا ابني مالك، محتاج خشب تاني؟ انا محتاج كميه خشب، مش عارف والله كميه ولا ايه. استنى كده يا معلم، مش كنت بتبني حلو ده؟ بيقول لك فلور. ماشي، خلينا هنا. صح انا كده يا عم والله صح، بس كده. ايوه انت هتستهبلني، مش كنت مش عايز تحط يا جدعان. كويس، هنا ما ينفعش، وينفع اكمل اهو. طب قشطه عليك، هو ما ينفعش بقيت اكمل بقيه الحاجه. ده اخرها. تمام، هنضطر نعمل عمود تاني من ده. ماشي سهله يا معلم. كويس، هنحط واحد تاني هنا شباب. ايوه هات ده يا زعيم، حطه هنا. هنحطها
لازم تكون قريبة من زميلتها كويس. وهنخش على الخشب هنا نفس هي ما تستهبلي. ايوه بس كده انا تشوف دي استني. ايوه بس كده صح كده تمام. باش نحط هنا يعني جت وقفت على دي. طب استنى نشوف هو بيقول لي الخشب بس ناخد ادي الموارد. اخدنا الموارد شباب نطلع بقى فوق. كويس يلا هو ينفع توسع كمان كويس والله كويس مكان كده حماسي. هو بس ما ينفعش ابني من هنا. ماشي هنشوف شباب دلوقتي الوضع ده عامل ازاي وممكن اشيل الاضاءه من هنا ابدا اغيرها ولا مكانها. هي بصراحه خطير بس انا محتاج احط عمود تاني فانا هحط عمود تاني هنا في السريع كويس. بعد كده هنبني بقى شويه الخشب بتاعنا. ايوه هات بقى دي يا معلم. ايوه يا ابني ما دي ايه بس كده ما تعصبنيش بقى يا بيت كويس. ما ينفعش ابني هنا شكلها. ماشي خلينا مع الجيم يا شباب لحد ما نشوف بس هي عايزه ايه. بس هو بيقول لي برده الخشب. ثواني اجمع شويه بتاعتي انا شويه موارد كويس. هو بدا عايز يشرب دلوقتي هنشربه يا معلم. بس خد بقى الميه بتاعتك كركر يا زعيم. هو كده اتنكت كده اتنكت. امال انا القرش بقى شوف القرش اللي اتقدمه. هو اكل حته وخلع على الغدار. ماشي نشرب احنا بس وبعد كده هنجي لك. ها انت بتحسني مش شايفك ولا ايه؟ كويس حط دي بقى يا معلم نقيه كويس. حط بقى التنقيه هنا. ايه هناخد شويه الميه كده ننقي. صوت النار حماس والله. ماشي نعمل القرش اللي بيستهبل ده كويس. حطينا واحده بدل اللي كسرها. وهنروح دلوقتي في السريع هنبدا بقى نكمل بقيه الدور بتاعنا. يا رب يكمل على خير ان شاء الله. مش عارف انا مش فاهم انت. هو ممكن عشان هو عايز لنا كده بدل ومش عايز. هو مش عايز يعملها ليه انا مش عارف. استنى كده هي دي انا كنت بستخدمها والله. ما علينا هنشيل دي نغيرها مكانها عشان ممكن يكون مكانها هنا نحس او عايز يتوسع في المكان او ما ينفعش العواميد دي اللي انا حاططها دي. فماشي هنجرب ان شاء الله نحطها في مكان تاني. هنخليها جنب زميلتها. استنى بس كده يعني مثلا هنخليها ايه هنا. ماشي هنخليها هنا. هنشوف كده ايه الكلام كويس. برضه دي نفس المسافه على فكره. يبقى لو اتحطت البتاع يبقى انا كده كلامي صح. استنى 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 اتحطت نشوف هنا هنا هنا. طب استنى نجرب نغير ال اوه كويس. يبقى دي اللي بتتحط مش التانيه تمام. بس هنكمل كمان ينفع نكمل كمان. لا لازم نحط واحد عمود تاني كويس. هنحط عمود تاني يا شباب. والله قصة يا معلم بحس ان ببني بيت بجد. والله حاجة تجنن يا جدعان. استنى نحط عمود تاني. ماشي نحطه هنا ونروح نطلع بسرعة كويس. والله يا سلام عليك يا بلدي يا سلام. منظر حماس حماس يا معلم. مش هي دي يبقى هي دي كده صح. ايوه انا كنت غلطان بس كده ما كانش عايز تبني معايا. لازم هنبني عمود تاني. وبس المنظر بقى خرافي يا شباب. والله المنظر بقى خرافي. عايز له سكرين شوت محترم كويس. والله المنظر خرافي تمام. هنحط واحد هنا كمان. بعد كده هنخش هنا على الفلور كويس. هنروح بقى نكمل. يا سلام عليك يا لذيذ دي جميل كويس. عملنا الدور الثاني بس يلا نروح هنا بس. هنبني يا شباب نبني عمود كمان. هنخش على العمود الثاني حلو هنا بس هنا العمود ده هنا. وممكن بقى يعني مثلا نعد ادي 1 2 3 3 بلوكات. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 كويس. هو ما ينفعش مش معايا موارد. روح بسرعه كويس. انا كده جبت موارد كويس. مش عايز بقى كل شويه اطلع نازل طالع نازل. بس خد بقى الموارد بتاعتك. حاجه بتقع ماشي خلاص هي قوي كده. هنعمل ايه يا زعيم؟ هنروح بقى بسرعه. هو كده محتاج اكل. ماشي هناخد نبدا ناخد الاكل بس عايزين بس نخلص الا الحاجه بتاعتنا. نكمل بيت السقف ده كويس. هناكله بعدين ما تخافش. هناكله وانا غزيه والله. بس يخلص بس الحاجه دي اللي عليه ان هو بيجي ياكل ويريح بيأنتخ يا معلم. اوه ينفع كمل كمل. اوه يا رب حماس يا معلم. عاملين دليله محترمه كمان. ايوه بس كده كمل كمل يا معلم. حلو 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 والله بطل. خشب لسه مكمل معايا. حلو معانا موارد وللزمن يا معلم. بص 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 المنظر ورب خرافي 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 يا شباب. والله خرافي المنظر. الدور التاني بقى حماس. وفي قرش تاني جاي فين؟ تعال يلا بتستهبل. كويس عايزين بس ناكل الراجل عشان ما يموتش مني كويس. معايا حاجات تانية. انا عارف ان في حاجات بتقع مني بس انا عايز احط بس الدور الاول بس.
ناكل بقى اللحمه ده يا معلم. كويس اكلنا الاكل. انا اشوف بس المايه دي محتاجه تتحلل. ماشي ممكن نشرب بس ميه في السريع. شربنا ميه وهنحط دي النقيه. بس وانت بتوقع يا الله يخرب بيتك بس كده. بس دي معايا فاضيه مش محتاجه او ممكن نعمل واحده ثانيه في الكرافتنج. معايا عندي الاكل وعندي كل حاجه خلاص. الاكل بتاعي مليان والميه بتاعتي مليانه كده ممتاز مش محتاج اي حاجه ثانيه. بص المنظر يا معلم بص الغروب والله خرافه يا شباب. بص الغروب وجمال. اوه ده في صناديق هناك. الصناديق جايه عليا. تعالي تعالي في حضن ابو لسيس. رب حماس الاضاءه. اوه شوف 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 لما قفلت الاضاءه بقت خرافيه يا شباب بقت اقوى من الاول والله. تمام عايزين بقى نكمل بقيه الحاجه بتاعتنا. والله الجيم بقت خطيره خطيره بس جت في الاخر بقى خلاص يا معلم. ايه ده؟ دي المفروض زي الشباك. اوه زي الشباك ماشي. طب احنا عايزين بس نحط نحط الحته دي بس الاول. اه بيقول لك زي زي الشباك. بص انا ماشي نخلي الشباك ده فوق بس عايزين نقفل دي خالص عشان القرش الفقري ده ان شاء الله ما يجيش اصلا. بس بس نقفل بيت المكان. قفلنا هنا. قفلنا هنا تقفيله حماسيه. والله المكان بقى خطير يا جدعان. بص المنظر بقى خرافي والله. المكان لما كمل للاخر بقى خطير جدا. نروح نجمع شويه موارد. كويس جمعنا شويه موارد. اه لسه محتاج شويه خشب. كويس تمام برضه محتاج كده شويه خشب. اوه شوف 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 ولا انت جاي قدام الصناديق بتستهبل. اخلص اخلع 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 الله يسهل لك. بس خدنا الموارد بتاعتنا تمام. كمل بيت الحاجه. ايه بس حط واحده هنا. هنا هنا كويس. قفل بقى هنا يا معلم. بس هنا حطينا حطينا كده مكان خطير. طبعا يا شباب ده طبعا المكان اللي هتجمع منه الموارد فانا مش هينفع اقفله يعني مش هينفع اقفله بس ممكن نحط. هو بيقول لك ينفع تحط هنا. لا مش هينفع اقفله خالص لان لازم ابص على حاجه هنشوف هنعمل فيه ايه. بس عايزين بس نجمع ايه الحاجات عندي كلها فل. ماشي وكده قفلنا المكان. والله بقى خطير يا جدعان والله بقى خطير. عايزين نكمل بقيه السقف بتاعنا. كويس وما ينفعش نحط هنا. ماشي قشطه ينفع توسع من هنا بس يا معلم. خلاص بقى مفيش قرش. قرش ايه يا زعيم اللي هيطلع لك فوق؟ ده يبقى سوبر مان يا معلم. سوبر مان. بس حط واحده هنا. ادي واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. ولازم بس تلات بلوكات تقدر تبني تاني. واحد اتنين تلاته. كويس. واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته. دي ما ينفعش لازم ترجع ورا شويه دي. ماشي هنرجعها. ده المفروض هنرجعها مره تانيه. حط حاجة تانية. ادي واحد. يلا بقى نكمل بيت السقف بتاعنا. دروبلوزيز والجفزجيسي. انا مكون موارد والله مكون موارد حماسية. بس كده يلا. اوه عايزين نجمع شوية الموارد اللي تحت. اوه ده انا بمشي على الهوا. بص الاستهبال. لو انا كده ممكن اروح لاخر الماب يا معلم. والله بالطريقة الغبية دي. الجيم فيها مشكلة على كده. انا مش معايا خشب. عايز اخش الصناديق هنا بسرعة. حط الحاجات اللي معايا. بس ده فاضي خالص. حط فيه الحاجه يا معلم. محتاج شويه خشب محترمين. بس حط دول هنا. بس تمام. ناكل بس دي. اوه تصدق محتاج برضو ميه. بس دول حاطط فيه الميه. مفيش حاجه هنا كلهم. ماشي. ماشي ممكن ناخد ميه تاني يا شباب من هنا ونبدا ننقي في الميه التانيه. كويس هنحطهم هنا يا معلم. كويس ونبدا بقى نملى الميه. كويس ملينا الميه بتاعتنا هنحط دول هنا ونبدا بقى ننقيها مره تانيه. بقت خطيره كده. خلاص يا عم ما تصدحناش يا عم فرحان يا عم سيبنا افرح يا عم. كويس هنخش هنا بقى ونكمل بيت السقف بتاعنا. خطير طلعيني. ما ينفعش اطلع بيها. طب ماشي بس والله كنت بمشي يا جدعان. بص استنى كده ممكن امشي. مش كتمشى معايا على الهوا. كان ماشي والله على الهوا يا معلم بس الجيم كان فيها حاجه. ماشي نبدا بقى نكمل بيت السقف. هو ده اخرنا عشان اقدر اطلع. كويس هنا تمام. الله بلوزيز. اوه خطير. ممكن بقى نحط فوق الشباك يا شباب بس انا محتاج موارد دلوقتي.
نطلع فوق نكمل. ماشي، محتاجين برضو نحط هنا كمان عواميد. كويس هنا النقلة دي هتعمل لنا مشكلة. ماشي، هنبدأ نشيلها وننقلها في مكان تاني. كويس، يلا. حاجة بدأت تقع مني. ماشي، ممكن احط هنا سلم هناك، لان مش هيبقى سلم من هنا وسلم من هنا، هيبقى بصراحة وجع دماغ. عايزين بقى نبدأ. مش هينفع اطلع عشان دي عاملة لي بلوكاية. ماشي، نشيلها. واحد بيتعلم يا معلم، لسه أول مرة يبني بيت. كويس، تمام. هنا ضب لذيذ، وهنحط نحط الحاجة بتاعتنا بيتها هنا. وينفع اعمل هنا كمان. كويس، هي النخلة دي بس اللي عاملة لي مشكلة، فأنا هشيلها. بس عايز أفضي الأول الحاجة اللي عندي اللي هنا، تمام. والحاجة عندي مليانة على آخر الموارد، بس بسم الله ما شاء الله يا معلم. يلا حط هنا حاجة. بس حط كويس. هنبدأ بقى شباب نحط برضو عمود تاني هنا. ادي واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. وده حاسبينها بالظبط، كم حاسبها بالظبط يا معلم. عايزين نحط بقى واحد هنا بالظبط. انا حاطه ايه في البلوكة التانية، حطه ادي واحد اتنين وبعد كده التالتة. ماشي، خش كده نشوف. واحد اتنين تلاتة، مش لازم اخليها بالظبط يعني، ممكن تبقى ماشي، خليها تبقى كويسه برضو. محتاج انا محتاج حوالي كام؟ اتنين. محتاج حاجات بسيطه كده ضربني. لا لسه محتاج شويه موارد بسيطه. اوه ده ضربني. كويس، حط هنا يا معلم. عايز احط الصراحه في الثالثه هنا. اوه هو ممكن دي عشان عامله لي العمود ده عامل لي بلوك، تمام. وينفع احطه هنا؟ ينفع احطه هنا. كويس ماشي، هنا ما ينفعش، بس الخشبه دي عامله له بلوك. ماشي، احنا ممكن نحطه في التالتة هنا شباب، ونشيل بس البتاع دي كده. اوه شوف 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 القرش. لا اخلع، الله يخرب بيتك. بيقعد فين؟ امشي هنا، امشي هنا، انت مش راحم حاجه. طب انا حطيت لك البتاع، انت ازاي بتخش من هنا؟ برضه السوسه بيقعد فيها. ماشي، احنا شلنا دي يا معلم. ايوه بس كده. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا بطبط. حلو، نحط بقى هنا دي يا زعيم. نبدأ بقى نقفل المكان بتاعنا. بس ناخد بقى شوية موارد، محتاجين موارد محترمة. محتاجين خشب، هو محتاجين بصراحة خشب كمية. أنا هاخد الخشب ده نبدأ نحطه، لأن أنا مش محتاجين، احنا محتاجين بس خشب لأن معانا حبال كتير. فهناخد الخشب ده. بس معانا الخشب، هو ده اللي أنا محتاجه. بس نطلع بقى في السريع. بس نطلع. يلا يا عم لازم اشيلها يعني. خلص كويس، حلو كده. السجين بقت حماسيه يا جدعان. طب نقفل. ماشي، نحط هنا الحاجه بتاعتنا. قفلنا هنا. سلام عليك. بس هو دي حسابها مفتوحه عشان اعرف اطلع. ممكن نحط تاني من هنا؟ لا ما ينفعش. خلينا هنا. كويس، خلصنا كده 100 100. خلصنا كده جزء محترم. طبعا انت محتاج تحط عواميد هنا كمان، حط واحد هنا علشان تقدر بقى تكمل بقيه المبنى بتاعك. طب بقى خرافه يا جدعان. كويس، تمام. عايز اشوف بس انا عندي مكان فاضي، ممكن اشيلها دي وانقلها فوق، اعتقد صح. بس يا رب ما النخله ما تبداش تتبنى من جديد. اوه دي اتصفت خالص. ماشي، خلينا نبدا نزرعها من اول وجديد، مش مشكله. طبعا انا لسه في حاجات بصراحه عايز اشيلها، فلازم اعمل كده عشان اقدر احط بقى الحاجه بتاعتي. ابدا انقلها فوق، وهنحط واحد تحت. استنى كده، ممكن نحط واحد. استنى كده، واحد. مش هينفع احط هنا واحد. كويس، هنحط بقى من هنا، هنا افضل. هنبدا نحط الحاجه بتاعتنا. ايوه بس كده يا زلمه، 19 10. نقفل المكان هنا. اوه والله يا جدعان، بص يا جدعان المنظر. ممكن نبدا نحطها هنا عشان دي بصراحه مساحتها كبيره. فين فين فين؟ لا مش من هنا، بس عايز اجرب بس الشباك ده بالمره. الشباك ده تشوف المنظر حماسي. معلش شويه جلد وبتاع، بس لسه في الاول يا معلم. بيت الغلابه ده كويس. الشباك ده نقدر كمان نبني كمان دور كمان، اول وتاني وتالت. قول ولا بلا يعطش. لا بصراحه تعبت انت النهارده بصراحه، شقى الراجل. جمع شويه الميه دول، مش ناسيك انا والله. اشرب وكركر يا معلم، محتاج انت اكل انا عارف.
آه كويس، هنخش بقى على ايوه خش على التقيل يا معلم، مفيش وقت، خد يا معلم. يا سلام، عيش حياتك وبصل وبتاع وبغذيك والله، كل انواع الاكل اللي انت عايزها. هات بقى دول، نروح بصراحه الراجل بيجتهد معايا فلازم اغذيه يا جدعان. بس هو كده اتغذى. عايزين بقى شويه، عايزين نحط الحاجه بتاعتنا الاول دي هنا، بس عايزين نبدا ننقلها، ونقدر بقى نحطها في اي مكان احنا عايزينه يا معلم، اي مكان. ممكن نحطه هنا، نبدا نزرعها تاني، تطلع بقى براحتها على مهلها، وبعد كده نبدا نظبطها ان شاء الله. والله خطيره يا جدعان، نعمل بقى اربع خمس نخلات براحتنا، ولا قرش ولا وجع قلب، القرش هيقعد من تحت خلاص، ونبدا نصلح الموضوع. انت ننسخ خيرنا اللي بيطلع، والله خطيره يا جدعان. بس نبدا بقى نقفل هنا. بس محتاج احط عواميد تاني تحت، دي قصه تانيه يا معلم. ممكن نحط عمود هنا، بس محتاجين موارد. ماشي، محتاجين موارد. كويس، احنا كده جمعنا الموارد، جزء منها واحد هنا، واحد هنا، طب نقفل، حط واحد هنا كمان. محتاج موارد تاني، انزل بقى يا معلم، خد ده بالبطبيط. حلو، اطلع بقى في السريع، واحد هنا، هات بقى. ايوه هات، هات يا عم، هنكمل السقف على خير. هات هات بس، الموز بيخرف يا جدعان، بس كده حلو. وممكن اننا سخرنا اللي بيكبر، انت اللي محمسان، انت اللي مصبراني على الجيم على فكره. سخرنونا العصونة دي كيسي كيسي، ما ينفعش اعملها زي ماين كرافت كده ارفصلها. والله خطيرة يا جدعان. ماشي، عايزين نحط واحد هنا، انا عايز اعرف بس هو محتاج، هو ما فيش مكان ليه. ممكن نشيل واحدة من دول، ماشي نحطها تاني ما تقلقوش. بس هو كده كده ما فيش مكان اخير، بس واحدة هنا، واحنا عايزين مكانها هنا بس. ماشي مفيش مشكلة، كده كده ممكن اعمل واحدة تانية زيها سهلة يعني، مش صعبة يا شباب، تاخد وقت اصلا. ادي انا بقى دي، لا طلعني طلعني بقى، طلعني يا بت، كويس طلعيني. اقفل بقى هنا، سلام سلام يا سلام يا ان انا سخن، ان انا سخن، انا واقف عليها يا معلم، دي هتحمسني طلعني لحد فوق. تطلع بالراحة بشويش بشويش، بس الزرع كده مش هتبوظ، ما تقوليش انت في ماين كرافت يا معلم. بس كده قفلنا المكان هنا يا شباب، خلصنا الدور التاني خلاص يا معلم، خلص على خير، والمنظر والله خرافي. ممكن بس نعمل شويه شبابيك، وفي قرش بيجم. فينك هلا، فينك هلا، تعال ولا استنى يلا، تعال صغير ولا نزل لحمه، يلا نزل ولا. اوه شوف شوف شوف، اخد البتاع والدار، تعبان عليهم. اه انت بتحسبني اعملهم كده وخلاص؟ كويس، عايزين نحط ايه يا معلم؟ نحط الحيطه بتاعتنا، كويس نحط الحيطه بتاعتنا تعكسها، تمام. ممكن نحط واحده ثانيه هنا، ماشي. ممكن بعد كده نبدا نطور يا شباب، بس خلاص بقى احنا كده خلاص وصلنا نهايتها، لان الجيم خلاص ما فيش حاجه ثانيه اقدر اعملها، فبعد كده هتبقى ممله. فانا هتبقى دي ان شاء الله هي النهايه بتاعت اللعبه، وهحط دلوقتي الشباك هشوف بس منظره عامل ازاي. بس يلا نحط هنا، بس كمل بيت الشباك بتاعتك كده، محتاج بص البيت وجماله، بص البيت وجماله، بص الشبابيك، ورب الشبابيك خطيره يا جدعان. نطلع بسرعه، يلا لذيذ حلو، نحط هنا كمان، اوعى الجمال يا جدعان. بس البيت بس عارف بقى، لو يبدا بقى تنوع بقى وتقدر تطور من البيت يبقى الجيم كده خرافيه. التحديث ده لو حصل فيه تحديث زي كده يبقى الجيم جهنميه معانا. ممكن نبقى ننزل جيمات ثانيه لو عملت هي تحديث، تمام. وارد بس نطلع في السريع فوق، ماشي على قد الموارد بتاعتي. بس انا كده كده الحته دي عايز مش ظابطها صح، كويس. انا عايز بس اشوف بس المنظر بشكل عام عامل ازاي. خطير، بص بقى البيت جاي، النخله بدات تخبر يا جماعه، بص المنظر، رب حماس. حط بقى 10 نخلات هنا براحتك، وتعمل اضاءه تبقى انت قاعد باشا فوق، وتعيش حياتك، وبص المنظر، وبص الشمس. والله الجيم يا شباب خطيره بجد يعني، تستاهل الواحد يعني، مش تستاهل الواحد هو يلعبها، تستاهل هي الواحد يلعبها. دي نمره واحد، نمره اتنين تعمل تحديث خرافي، والواحد بجد يكمل فيها، لان بجد والله اللعبه تستاهل. فانا شباب هقف لحد هنا،
وكده خلاص تبقى دي نهايه الجيم، لان انا كده جبت كل حاجه فيها، مفيش اي حاجه تاني، احنا استكشفنا كل حاجه شفناها يا معلم، مفيش حاجه تانية ناقص، ممكن حاجات بسيطه خالص، لا مفيش اصلا، مفيش غير شويه الكراسي والحاجات دي وانا مش محتاجهم بصراحه، كل حاجه استخدمناها صراحه، بس الجيم كانت خرافيه. انا شباب هقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى احلى لايك واحلى حماس، وتنشر المقطع ده على وسائل التواصل الاجتماعي، لان ده بيساعدني كتير ان استمر في الالعاب زي كده. ويا ريت تكتب لي تعليقك بخصوص لعبه رافت، ايه رايك فيها، ايه رايك في الدور التاني يا معلم، وايه رايك للمستوى اللي وصلت له ده في النهايه، غير لما كنت لسه في الاول مش فاهم اي حاجه والجيم كانت صعبه جدا. ويا اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج، يلا سلام.